وبعدين يا سيدنا الكريم سامحني يعني ان احنا هنقفز للرجل للزوج. شفت سيدنا محمد بيفهم. الله، معلش الكلمة دي كمان يمكن ما تليقش بالجناب النبوي الشريف طبعا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، بس الزوج الراجل لازم يكون بيفهم. قال والله إني لا أعلم. ما ينفعش ما تاخدش بالك، خليك لماح. لما تكون مروقة الشقة، شالت الفازة من هنا حطتها هنا، أقول ما تستناش لما تقول لك مش واخد بالك من حاجة. لا، خد بالك لوحدك. ولما تقول لك مش واخد بالك من حاجة، يبقى أنت محتاج ربنا يوفقك وتجاوب على السؤال ده. تبقى لماح لطريقتها، لكلامها، لمنشوراتها. ما تحوجهاش تشتكي على العام وعلى الحالات بتاعتها على الواتس وتقول أبويا هو الحنين اللي ما شفتش بعده، مش عارف إيه. لا، أمال إيه؟ خليك حريص إنها تبقى أنت باب الفضفضة اللي تفضفض له، وكمان أنت عبري لزوجك بس. لا تكلمي الناس، لا تنشري على وسائل التواصل تقولي اعمل ايه مع زوج ما بيحسش، اعمل ايه مع زوج ما بيقدرش، اعمل ايه مع كذا وكذا. لا، خليكي لو ما فضفضتش لرب العالمين فضفضي لزوجك، حلالك اولك واخرك. والمفاجاه ان ربنا سبحانه وتعالى هيحنن قلبه. ما جاش كمان كلمي معاه كمان، فكي فكي، والا فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم القسوة. هتجيب قسوة. يبقى ست البيت تعمل ايه؟ طيبة المباركة دي، عبري عن زعلك، ما تكتميش، بس بأسلوب رقيق. لما نفتكره نقول ايه الجمال ده. عارف حضرتك، لا يعني حطيت ايدك على ملمح مهم جدا الحقيقة. فكرة العناد اللي بتحصل بين الزوجين، مبعثها اللي حضرتك تتكلم فيه ده. انه دايما المرأة بتبدي تزمرها. أي مش عايز اقول دايما، في الغالب عشان ما نظلمش كل الناس، لما بتزعل من حاجه وقد تكون على حق بالظبط، لكنها ممكن ترمي كلمه على طول الزوج هيرمي كلمه هو كمان، فتبتدي خناقه او عند. لا، لكن لو هي قبلتها هي احسن، حتى في البيت ادفع بلاتي هي احسن. ايوه طبعا.